نحو مستقبل زاهر مزدهر تمضي سلطنة عمان وهي تولي اهتماما بالبحث العلمي. نحن نجتمع اليوم لنحتفي بالفائزين بالجائزة الوطنية للبحث العلمي في دورتها الثامنة، وهي جائزة تسعى إلى رفع جودة النتاج البحثي والمعرفي على المستوى الوطني عن طريق تحفيز الباحثين لإجراء بحوث علمية موجهة لحل قضايا المجتمع ومواجهة تحديات قطاعات الصناعة والإنتاج، وذلك دعماً للاقتصاد ودفعاً به لأن يكون معرفياً ومتنوعاً ومستداماً، وخاصة في المجالات الاستراتيجية لبلدنا الحبيب عمان، وبناء للكوادر والطاقات الوطنية لتكون منافسة عالميا. ومع عودة الملتقى السنوي للباحثين اعتلى التكريم 13 باحثا محققين الجائزة الوطنية للبحث العلمي في قطاعات البيئة والموارد الحيوية والتعليم والموارد البشرية والثقافة والعلوم الاجتماعية والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات والصحة وخدمة المجتمع في بحث عن عقار لمرضى كوفيد-19. هي ورقة تتحدث عن علاجات عقارية. العلاج هو عقار الفافيبرافير. كانت هناك دراسات أولية تبين فعالية في مرضى الكوفيد في الحالات المتوسطة. ما قمنا فيه هو عمل دراسة أشمل. الدراسة كانت اختيرت بعينات عشوائية، لهذا أخذت ثقل لهذا الجانب. نظرت إلى استخدام عقار الفافيبرافير مع عقار آخر انترفيرون عن طريق الاستنشاق لعلاج مرضى كوفيد حالات المتوسطة والشديدة. الملتقى كان على موعد لتوقيع برنامج تعاون لإنشاء منصة عمان تبتكر، وهي منصة رقمية لمنظومة وطنية في ريادة الأعمال توفر قاعدة بيانات للمنافسة دوليا في مؤشر الابتكار العالمي ومؤشر التنافسية وغير ذلك. من جهة أخرى، في برنامج أبجريد للدورة الخامسة كان تكريم المشاريع الفائزة في برنامج تحويل مشاريع التخرج إلى شركات ناشئة بقطاع الاتصالات ونظم المعلومات لعام 2021. في شركة إعداد الصناع نقوم بتوفير حلول تعتمد على تقنيات الاتصالات وتقنيات إنترنت الأشياء، اللي تعتبر أحد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لتوفير حلول لتحسين الكفاءة التشغيلية في المصانع. المبتكرون سيقودون دفة النمو بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والكثير من المشاريع أصبحت ماثلة تساهم في البناء والتقدم. تتقدم سلطنة عمان في قطاع البحوث العلمية والابتكار، فيما استطاع باحثون عمانيون اعتلاء المنصات الدولية، وهو الأمر الذي كان له دور في تنافسية السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي، توازياً مع توجهات رؤية عمان 2040. فارس بن جمعة الوهيبي، مسقط.